بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الثالث، وهو مواصلة أو متابعة لشرح الموشن ستدي. في هذا الفيديو نبدأ بتجميع القطعتين اللي صممناها في الفيديوهين السابقين. فلا بد بداية نفتح أسامبلي. أوكي، نسحب القطعتين. Browse Part 1. أوكي، Open. هذه القطعة الأولى. Insert Components، كلكم عارفين هذه الخطوات طبعا. Part 2. Open. نحفظ الملف. Assembly 1. أوكي، راح نجمع هذه القطعتين مع بعض. بداية لازم نعطي الماتس، نفتح ميت هذا الخط وهذا الخط، طبعا ما نريد هذا الاتجاه للقطعة، خلينا نلغيها ونعمل مات جديد ميت. طيب خلينا قبل أن نحرك هذه القطعة. Part 2. Move component. Rotate. وبالماوس نحركها شوية، نخليها في الاتجاه المناسب. أوكي. Move component. Linear. نجيبها تقريبا جاهزة. أوكي. طيب. سيف، نحفظ. Rebuild and Save Document. أوكي. طيب خلينا نعطي ميت هذه السيرفس وهذا السيرفس. Coincidence. أوكي، ثم نعطي السيرفس هذا والسرفس هذا كوانسيدنس. خلاص يكفي. الآن ممكن نعمل موف. أوكي، حفظ. Rebuild and save the document. Yes, it is recommended. هذا ممكن نحركها يدويا. أوكي، القطعتين بالنسبة لبعض. Rebuild and save. أوكي،